طيب ربنا يا رب يشفي كل مريض. معانا اخر اتصال الفقره دي، ام عمر من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ممكن اسال حد الدكتور سؤال؟ اه طبعا اتفضلي، اهلا بيكي. اولا برحب بالدكتور عادل، بقول ربنا يبارك فيك حضرتك. يا اهلا وسهلا، في القناه كلها يا رب. ميرسي على فكره. تسلم. انا عشت في المنيا 9 سنوات، كنت مدرس في جامعة المنيا. أجمل سنين عمري، أجمل سنين عمري قضيتها عندكم في محافظة المنيا. الله يخليك. لو سمحت عايزة أسأل، البيبان عند الأطفال، أنا عندي طفل عنده 6 سنين، اديته جرعات كذا مرة، برضه البيبان ما بتمشيش من عنده. لازم تعملي تحليل للبيت كامل، للأم والأخوات وللبيت كامل، ماشي اتفقنا؟ تمام. يبقى ادي القاعدة الأولى، البيت كامل لازم تعملوا تحليل ونشوف في البيت عندهم ديدان ولا ما عندهمش. نمرة 2، دايما نخليه ما ياكلش أكل من الشارع. نمرة 3، في الإمارات بيعملوا حاجة بسيطة قوي، بيجيبوا حاجة اسمها الحالتيت أو الخيل، في الإمارات بيسموه الخيل، وده نوع من أنواع الصمغ الراتنجي كده، ياخدوه يطحنوه يحطوه مع تمرة ويدوه للطفل يبلعها مرة كل يوم لمدة 3 أيام، وبيديها له كل شهر مرة. الحكاية دي منظفة غير عادية وقاتلة للديدان وملهاش أي ضرر، وبالعكس مفيدة جدا جدا في تقوية جهاز المناعة عنده، لدرجة إنهم بياخدوا. طب قولي قولي أسئلتك. اه في سؤال.